أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامج بيت للكل. هاي الحلقة سينمائية بامتياز، نتحدث فيها عن مهرجان السينما الدولي في القاهرة 44. يعني هذا المهرجان هو تقليد سنوي مهم ورائع يقام في معظم دول العالم، اختلاط ما بين الثقافات وما بين الشعوب، ترويج لمنتج سينمائي بشكل جديد، وأيضا يعني يعتبر مصدر سياحي ومصدر دخل مهم للبلد اللي يقام فيها هذا المهرجان كمصدر سياحي. فعلا فعلا صحيح. أكيد يا سلام، أكيد نرحب بكل المتابعين ولكل الأشخاص انضموا لنا في بيت الكل. ولكن نتحدث اليوم عن السينما تحديدا، إحنا عم نحكي عن فرصة، بنحكي عن صناعة أفلام، وجوه جديدة لربما وجيل جديد موجود يشارك في السينما. وفي الشرق الأوسط عموما في العديد من المهرجانات، نتحدث عن مهرجان يعني تحديدا مراكش وأيضا البحر الأحمر أيضا في السعودية. يعني تشكيلة منوعة، ولكن المهم دائما الاستمرارية، والمهم دائما الارتقاء في المحتوى الذي يقدم في صحيح. صناعة الأفلام. بما أنك قلت الاستمرارية، خلينا نتفق زي ما أنتم بتقولوا، السينما لها بريق حلو. يعني حتى كل الناس ويعتادوا الناس كانت السينما هي متعة، متعة بصرية، والمشاهد عموما بيحب حالة الذهاب إلى السينما. يقولك أنا رايح سينما، فيعني هو رايح يعني في إمتاع بصري وعقلي، الفيلم بقى لطيف كوميدي، في تفكير، في علمي. فإذن هي نتفق إن هي حالة من المتعة، ولكن تقدم بأي شكل وبأي موضوع. بما أنك قلت أرقام ومهرجانات، فأنا هقولك بعض الأرقام اللي خلت مهرجان القاهرة السينمائي يستمر بهذا النجاح، لأنه مهرجان دولي. نعم. في شهر أغسطس من سنة 1976 كان الانطلاق الأول لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ومن هنا أصبح لمصر مهرجاناً دولياً للسينما. وكان المهرجان الحقيقة هو الإطلالة الحلوة اللي بنشوف منها عربياً إحنا كل الفنانين العالميين اللي جم وزاروا هذا المهرجان وقدموا أيضا عدد من أفلامهم، وكان طبعا في جوائز كثيرة متنوعة. المهرجان هذا العام في دورته رقم 44، يعني من 44 عام. نعم. ونحن نشاهد هذا المهرجان، وحضروا في الحقيقة 52 دولة حول العالم. هو بيأكد كلامك يا سلام إنه في برضو نوع من أنواع يعني المعرفة والسياحة مع السينما. صحيح. ولكن الأجمل إن إحنا النهاردة ونحن نحتفل بعد انتهاء هذا كان، ومن يعني التكريمات كانت عاملة إزاي، والندوات والجمهور، ووضع السينما العربية والعالمية كمان، وذلك هيكون من خلال الناقد الفني طارق الشناوي اللي هيشرفنا في بيت للكل.